طيب اللي يقول لكم يا شباب النجاح العملي افضل من النجاح العلمي. انا بشوف التاج الان وبرجع لكم. النجاح العملي افضل من النجاح العلمي. ها يا شباب النجاح العملي افضل من النجاح العلمي. لما ينجح شخص العلمي العلمي ايوه العملي عفوا النجاح العملي أيوة. لما تنجح بعمل ها لما تنجح في اي عمل موجود عندك افضل من النجاح العلمي الابتكاري. أيوة يا رجال ها انا بحكي النجاح العملي تنجح في عمل افضل مما تنجح في العلم. ها ها يا شباب والله من باقي اللي بلش انا حلف ايه احمد الدالي اكيد ان النجاح العملي افضل من النجاح العلمي. ليش؟ إذا نجحت عملياً وأبدعت ما هو بشرط أن يكون معك شهادة معينة. نشوف التجارة وفي حديث عن التجارة بس والله ماني بحافظه ولا ودي أيوه قلها عني بالله. تسعة عشر الرزق في التجارة. تسعة عشر الرزق في التجارة وبعض التجارة ما معه شهادة. سلمت الله بهين. ها يا شباب تتفقون ولا تتفقون النجاح العملي أفضل من النجاح العلمي. كلكم متفقين يا شباب. نشوف بعض كروت من اللي ما بعد الصوفة اللي ما ابو كاب اصفر قريب من الربع يا غالي الله يجعل والديك الجنه. يشتكي الله اللي يبي يفكها من براسه. ها يقول لك النجاح العملي افضل من النجاح العلمي. تتفق؟ طيب ليش تتفق؟ وش المبدا اللي خلاك تتفق؟ العلمي تمام تستمر في متخصص واحد الثاني يعني مديك تختلف. طيب يا وراك جالس لحالك يا احمد. اتمنى تسوي لها كت في الاجابه. ها نواف نواف ان شاء الله انك احمد انت سام ان شاء الله الحمد لله. ها وان شاء الله انك عبد الله اسلم. ها وراك جالس لحالك جلسات مليانة انا جلست انا. طيب عندنا سؤال يمكن يسبب اختلاف بس تكفون ما نبغى تقاطع اصوات. ما نبغى تقاطع اصوات. أنتم اليوم